أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية، جملة من الملفات الاقتصادية والخدمية على جدول الأعمال. البرلمان يتسلم جداول الموازنة، المالية النيابية تستعد لمناقشتها وتعتزم استضافة عدد من الوزراء. إقرار خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات، صندوق العراق للتنمية يشرع بتفعيل الاتفاقيات. العمل تعلن دخول الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، شريحة العمال تحرز حق التقاعد. كل هذا وأكثر تتابعونه في النشرة الرئيسة على رأس الساعة. إلى اللقاء.